بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل، كنا وصلنا للبون ميتاستاسيس، وقلنا ان البون ميتاستاسيس جزء مهم جدا في بروستات الكانسر، ميتاستاتيك بروستات الكانسر، فلازم تبقى عارف، لان احنا قلنا كتير قوي يجي لك العيان اول ما يجي لك ميتاستاتيك، والمين سايت ميتاستاسيس البون، فلازم تبقى عارف تتعامل ازاي مع عيان فيه بون ميتاستاسيس. لازم بتدي بون بروتكتيف ايجنتس تو بريفنت اوسس كومبليكيشنز، كالسيوم، فيتامين دي، دونوزوماب، او الافضل الزولودرينيك اسيد. ايه هو الزولودرينيك اسيد ده؟ انا قلت الكلمه دي كتير قوي، ولازم ايه ندي للزولودرينيك اسيد ده حقه، اللي هو الزوميتا. خليك فاكر، وخليك فاكر برضه يعني حرف الزد اخد شير جامد معانا قوي في الايه، في البروستات كانسر، الزولاديكس والزايتيجا اللي هو الابيراترون، والزولودرينيك اسيد اللي هو اسمه زوميتا. فحرف الزد جه معانا كتير قوي، فتخليك فاكر الايه، تربط الادويه دي ببعضها، عشان ايه؟ طبعا انا عارف حفظ الادويه صعب وحاجه غلس قوي، ومش شغلنا غالبا ده بتوع الاورام، بس ممكن للاسف تسال في الكلام ده في الشفا، ولقينا عيان جاي لك بيقوم نتاسس، هتقول له لا خلاص، طب ما انت هتبقى عارف اسماء الادويه ديت، ممكن يجي يتابع معاك في جزء اورولوجي وبتابع معاكم مع بتاع الاونكولوجي. فايه هو، ايه هو الزولودرينيك اسيد والزوميتا؟ الزوميتا ده شبه البرفلجان كده، ممكن عيان يروح يعلقه، يدخل مستشفى مخصوص عشان يعلق الزوميتا ده. الزوميتا ده البايف بيسفوسفونات، ده بيشتغل ازاي؟ بينهبت الاوستيوكلاست. طبعا انت عارف ما كنا بناخد في الفسيولوجي زمان او في الهيستولوجي، بيقول لك في البون في اوستيوبلاست واوستيوكلاست. اوستيوكلاست دي اللي ايه؟ بتاكل الايه؟ بتاكل العضو. فده بينهبت الاوستيوكلاست، فبيقلل الايه؟ البون ريزوربشن، وبيقلل حاجه بيسموها ايه؟ بون ريليتد ايفنتس، الاحداث الحوادث المتعلقه بالبون ده بيقللها. فده استعمال الزولودرينيك اسيد بيقلل الباثولوجيكال فراكشر وبيقلل البون ايه؟ ريزوربشن. فده بالنسبه للايه؟ للزولودرينيك اسيد، وده مهم جدا تبقى عارفه ان هو من الحاجات اللي بنديها للايه؟ للعيان بتاع البون ميتاستس. يبقى ده اول حاجه. ثاني حاجه البينفول بون ميتاستسز، بتدي له ريديوم 223. ريديوم 223 ده كلمتين بسرعه عليه، وده حاجه برده من الحاجات اللي بتوع الاورام بيدوها، اسمه الالفرادين او زوفيجو. زوفيجو ده راديو اكتف بون سيكنج الفا بارتيكولار اميتس ميمكس الكالسيوم، سو اتس سيكنج اب انتو ارياز، بيتاخد في الارياز اللي فيها البون ميتابوليزم والاوستوبلاستيك ليجن، فبيقتل الخلايا الكانسر اللي قريبه من الايه؟ من التيومر، من غير ما ياثر على الايه؟ على النورمال تيشوز، فبيقلل الايه؟ البون بين. يبقى ده بالنسبه للايه؟ الريديوم 223 ده بالنسبه للبينفول بون ميتاسيس. طيب لو في سباينال كورد كومبريشن، بتدي هاي دوز كورتيكوستيرويد، وطبعا بتاسس السباينال سيرجري، وبتابع عشان لو هو هيتابعه. وطبعا لو قلنا في بدايه الكلام انك ممكن تعمل راديشن، بيم راديشن على الايه؟ على مكان الميتاسيس، عشان يقلل السايز بتاع الايه؟ بتاع الايه؟ بتاع الميتاسيس. اوفر اكسترنال بيم راديشن الون اف سيرجري از نوت ابروبريت، لو بتاع النيورو سيرجري قال لك مش هينفع نعمله سيرجري، بتدي الايه؟ الرياديشن لوحده، او بتعمل الاثنين مع بعض، في سيرجري وفي ايه؟ في رياديشن مع بعض. ده بالنسبه للبون ميتاسيس. الابيراترون، قلنا الابيراترون كذا مره في وسط الكلام، ده اللي هو قلنا بيشتغل، قلتها كذا مره، بيشتغل على ايه؟ على التستس وعلى الايه؟ على الادرينال. فمشكلته ان هو بينهبت الاندروجين، بس في نفس الوقت بينهبت البرودكشن بتاع الايه؟ بتاع الجلوكوكورتيكويدز، وفي نفس الوقت بيعلي الالدوستيرون. فلازم بتدي مع الايه؟ مع الابيراترون، بتدي معاه بريدنيزون، لازم بتدي معاه وبتدي ادويه انتي الدوستيرون، عشان هو بيعلي الالدوستيرون، فعشان تمينيمايز الافكت بتاعت الابيراترون. ده بالنسبه للايه؟ وقلنا ان هو شبه الكيتو كينازول. في دراج ثاني اللي هو الدوسيتاكسيل. الدوسيتاكسيل ده قلنا ايه؟ كيموثيرابي، ده بيتعطى في حالات الكانسر ريزيستنت والكانسر، خاصه في الميتاستاتيك اللي هو البرفورمانس بتاعته كويسه وما كانش خده قبل كده. فالدوسيتاكسيل برضو من الادويه المهمه اللي ايه؟ تعرفه. والدراج تاني برضو اللي قلناه في وسط الكلام كذا مره، اللي هو الايه؟ سبايروسيل. قلنا السبايروسيل ده ايه؟ فاكسين ثيرابوتيك كانسر، فده فاكسين. لو قال لك في الامتحان قول لي يا ابني تعرف يعني في حاجه اسمها بروستيك كانسر فاكسين، قول له سبايروسيل اللي هو البروفينج. وده بيشتغل اوتوروجاس سيلولار ايمونوثيرابي على البروستاتيك اسيد فوسفاتيز والجرانولوسايت ماكروفاج كورون ستيموليتنج فاكتور، وبنستعمله في الحالات الايه؟ اسيمتوماتيك او مينيمال، يعني عيان اسيمتوماتيك او مينيمال سيمبتومز، عيان كانسر ريزيستنت بروستاتيك كانسر بس يعني ما هوش سيمتوماتيك قوي او اسيمتوماتيك خالص، ده بتستعمل الايه؟ وده حاجه جديده وحاجه ريسنت، بس ايه؟ مش متوفر قوي وغالي. دي الدراجز اللي يعني بسرعه الايه؟ والانزالوتاميد
ده سكند جنريشن نون ستيرويدال انتي اندروجين، وده البديل بتاع الايه؟ الكازوديكس. يعني هجيب لك الجدول بس عشان ايه نسترجع بس المعلومه عشان ايه بسرعه. اهو شوف الايه الكازوديكس اهو البيكالوتاميد ده الفيرست جنريشن نون ستيرويدال انتي اندروجين، البديل بتاعه ايه؟ السكند جنريشن والاحدث وطبعا الاحسن اللي هو الايه؟ اكستندي اللي هو الانزالوتاميد. فده برضو ايه من الحاجات اللي ايه؟ اللي تعرف عنه كلمه الانزالوتاميد، لان قلناه كتير في الايه؟ في اثناء المحاضره. ده سكند جنريشن انتي نون ستيرويدال انتي اندروجين انهبت الاندروجين ريسبتورز، وطبعا الانتي اندروجين دولت بيعملوا ايه؟ بيبلوك ريسبتورز. خليك فاكر الفرق ما بينهم وبين ال اتش ار اتش سواء اجونست او انتاجونست، دول بيشتغلوا فوق في الهايبوثالاموس، انما دول بيشتغلوا ايه على الريسبتور بيقفلهم بيبلوك الايه ريسبتورز في التستس. فالانزالوتاميد سكند جنريشن نون ستيرويدال انتي اندروجين بينهبت ريسبتورز بيشتغل زي البيكالوتاميد، وده كلمتين على الايه على الفكت بتوعهم. ده بالنسبه للايه الكاسترات ريزيستنت بروستات كانسر. اخر بقى حاجه في الموضوع بتاعنا اللي هو البايوكيميكال فيلير افتر كيورتيف، بعد ما العين خف وبدا البي اس اي يقل حصل ايه؟ حصل فيلير. الاول قبل ما نخش فيها نقول ايه الفولو اب افتر تريتمنت، انت عملت كيورتيف تريتمنت اللي هو المين تريتمنت اللي هو الايه سواء كان راديكال بروستاتكتومي او ريديو ثيرابي. لو العين اسيمبتوماتيك روتين فولو اب باي هيستوري بي اس اي بلس اور ماينس ديجيتال ريكورد اكزامينشن، سيرم بي اس اي 6 ويكس و3 و6 و12 شهر افتر تريتمنت. بعد كده ده الكلام ده في اول سنه، بعد كده كل 6 شهور لمده 3 سنين، وبعد كده كل سنه بتقيس البي اس اي. طيب بي اس اي افري 3 مانثز مي بي نيسيسري تو كلاريفاي disease status especially in high risk بيه. لو العين هاي ريسك مش هينفع الريجم اللي احنا قلناه فوق ده، لازم تتابعه على طول بايه؟ every 3 months. يعني الريجم اللي قلناه فوق ده لو العين ايه؟ intermediate او low risk، انما لو العيان هاي ريسك لا لازم ايه؟ كل 3 شهور تتابع العيان بالايه؟ بالبي اس اي. والبي اس اي دبلنج تايم المصطلح ده قلناه في الاستاد اللي فاتت وبكرره لك هنا تاني، اللي هو الزمن البي اس اي ضعف فيه بي اس اي دي تي اللي هو بي اس اي دبلنج تايم. لو التايم ده بطيء يعني حصل ان البي اس اي اتضاعف بس في وقت كبير قوي اكتر من 10 شهور او اكتر من سنه، ده معناه ان في ايه لوكال ريكرنس. طب تتنبا ان لو البي اس اي اتضاعف بس في بعد فتره كبيره ده لوكال ريكرنس، انما لو اتضاعف بسرعه يبقى غالبا في ديستنت ميتاستاز او كان ميتاستاز موجوده اصلا من قبل ما تعمل الايه العمليه بتاعتك اللي هو اقل من 3 ل 6 شهور، ده الفاست ميتاستاز تساوي ديستنت ميتاستاز. يبقى احنا عندنا تو فيلير، اما الريكرنس لا لوكال او ديستنت. لو لوكال طبعا السلو اللي هو الدبل تايم بتاع البي اس اي، لو هو فاست يبقى ديستنت ميتاستاز. والديجيتال ريكورد مش افري اير بات مي بي اوميتد اف بي اس اي لو البي اس اندتكتبل يبقى مش ضروري تعمل ايه ديجيتال ريكتر اكزامينشن. يقول لك دونت روتينلي اوفر بون سكان اند اذر ايمجن تو اسيمتوماتيك بيشنتس اف ذير از نو بايكارد، ما فيش ريلابس ما فيش انتكاسه للديزيز خلاص مش محتاج انك تعمل الايه البون سكان او الاذر ايمجن بصوره ايه سنويه. ان كيس اوف بيشنتس هاف بون بين الاذر سيمتوم او بروجيشن في سيمتومز محتاج انك ايه تعمل ريستيجن كل شويه. هنخش بقى على الحته المهمه بتاعت الايه بايوكيميكال فيليا، وقلنا ان بيختلف وهفكرك بالكلمه اللي قلتها من شويه كلمه الايه نادير. نادير اللي هي الايه ذا لوست بي اس اي ريكوردد افتر ايه تريتمنت، اللي هو اقل رقم وصل للبي اس اي بعد التريتمنت. في السيرجري منطقي ان البي اس اي هي انت شلت التيومر بالنورمال بروستيك تيشو راديكال، شلت البروست كلها، منطقي ان البروست ان البي اس اي هيبقى اندتكتابل او اقل من 4 من 100 نانو جرام. فبي اس اي ده تعريف الفيلير ايه بي اس اي بيرزيستنت او فيلير اوف بي اس اي تو فول تو اندتكتابل ليفلز من 4 ل 8 اسابيع افتر راديكال بروستيكتومي او اكثر من 1 من 10 نانو جرام برميلي. طب اسباب الموضوع ده ايه؟ اما ان في بريزيستنت لوكال ديزيز، انت ما شلتش التيومر كله، في لوكال ديزيز موجود انت ما شلتوش، او ان حصل في بري اكزيستنج ميتاستاسيس. وقلنا الفرق ما بين الايه الاثنين ان اللوكال ريكرنس بيبقى سلو، بيبقى البي اس دبلنج تايم سلو، او انما الثاني اللي هو الديستنت ميتاستاسيس بيبقى ايه فاست بيكتشف بيعلى بسرعه. او ريزيدوال بناين بروستاتيك تيشو، انت شلت المالجنت تيشوز او شلت جزء سبت جزء من البناين، فالبناين بروستاتيك نورمال بروستاتيك تيشوز بتطلع البي اس اي، فالبي اس ده جاي من النورمال
او ريزيدوال بنين بروستاتيك تيشو، وبيبقى الرقم بتاعنا في الاوبريشن في السيرجيكال اكتر من 2 من 10. ده الايه؟ ده الرقم بتاعنا اللي نقول عليه ان في حصل فيلير. طيب الراديشن انا ما شلتش البروست، البروست موجوده برضو. فمن المشاكل برضو في السلايدز بتاعت المحاضره البرزنتيشن اللي احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت، اتكلم كتير قوي وهجيبها لك بسرعه كده على النادير، او وان ان في مشكله في تحديد النادير بتاع الايه؟ بتاع البروستات كان اهو بي اس اي ممكن ما يوصلش للانديتكتبل ليفل في الريديشن، لان انت عندك البروستات نورمال بروستات موجود، وممكن يكون الراديشن اثر بس على الايه؟ على البروستات كانسر. ذا لوست بي اس اي نمبر افتر تريتمنت نون از نادير، سم اوف ذا نورمال بروستات تيشو سرفايفد راديشن اند ستيل برودين بي اس اي. If the value continue to rise, there is a reason to be concerned that either cancer has spread outside the gland or the radiation did not eradicate the cancer within the gland. برضو برغم انك عامل different treatment الا ان البي اس اي بيعلى. Defining بي اس اي response after radiation has been difficult because the expected level or nadir as well as the time to nadir can vary widely between بيختلف من عيان للتاني، عشان السايز بتاع البروستيت قبل ما تبدا العلاج النورمال بروستاتيك تيشوز بيكوز ذا بروستيت ريمين انتكت. انا في الجراحه في الراديكال انا شلت البروستيت، انما في الراديشن انا البروستيت بتاعت ما زالت موجوده. في نورمال بروستاتيك سيلز كان ستيل بروديوس ا باك جراوند ليفل اوف بي اس اي ويتش كومبليكيت ذا انتربريتيشن كومبيرد ويز ذا مور كليرلي ديفايند اند ليفل اكسبكت افتر سيرجري. طبعا الكلام واضح يعني في السيرجري واضح قوي ان انا انتربريتيشن ليفل، انما في الراديشن فده فما بيتكلموا بيقول لك في كونترفيرسيز وكلام كتير في الايه؟ في النقطه دي. بيعرف لك تاني النادير اللي هو الايه؟ ذا لو بوينت تو ويتش ذا بي سي فولز افتر سيرب. This level is not an absolute and can be variable ما بين بيختلف ما بين العيانين زي ما قلت لك، السايز بتاع البروستيت قبل بدايه العلاج وخاصه في الراديشن. انما في السيرجيكال بيبقى الموضوع ايه؟ بسيط وسهل. انما في الراديشن بيبقى الموضوع ايه؟ بروبلماتيك وفي كلام كتير. This level is not absolute and can be variable between patients. والبي اس نادير كان فلكتويت بيختلف من ايه؟ من واختلف حتى في نفس العيان. As long as the nadir remain constant, then the radiation therapy is measured as success. لو فضل ثابت مع الراديشن خلاص انا هقول له عنده ايه؟ في success. In other words, the measure of outcome with radiation therapy is a stable drop. بقى في انخفاض يعني عن كان قبل ما اعمله راديشن مثلا. كان مثلا البي اس اي بتاعه قبل ما عملوا راديشن كان 50، مع الراديشن نزل مثلا بقى 20 وفضل ايه؟ ثابت او في فلكتويت حاجات بسيطه مع خلاص يبقى عنده في سكسس. مش ضروري يوصل للزيرو او ليفل قليل 4% او 2 من زي السيرجيكال، لا وصل ليفل قليل وابدا ايه؟ اتابعه بالايه؟ بالرقم ده، بس ما يبقاش بيعلى يرجع يوصل ل 50 تاني، ده بقى فيلير. وفي تو ديفينيشنز للبايوكيميكال ريلابس مع الايه؟ مع الراديشن ثيرابي، في استرو ديفينيشن والفونكس ديفينيشن. الاسترو ديفينيشن يقول لك لازم ثلاث مرات تقيس البي اس اي ويكون اعلى من النادير عشان تعرف الريكرنس، واديته في ريكرنس كونسيدرد هاف واي ما بين النادير والايه؟ واديته فيرست رايز بيعتبروا الايه؟ اديته في ريكرنس وسط ما بين الايه؟ الفيرست رايز والايه؟ النادير. السكند التعريف الثاني اللي بتاع الفونكس ديفينيشن ديمز ا بي اس اي اكثر من 2 نانو جرام برميلي ابوف ذا نادير از ا بيكم ريكرنس وديت فور ريكرنس از ذا تايم. الثاني كان هاف واي، ده الوقت اللي ايه؟ اكتشاف الرايز بتاع الايه؟ البي اس اي از نوت. ده بالنسبه للكلام الموجود في الايه؟ في السلايد. هنرجع ثاني للايه؟ وخليك فاكر الرقمين دولت في الايه؟ في الراديكال بروستاتيكتومي 2 من 10، في الراديشن بلس 2 ان هو بيزيد 2 نانو جرام، يبقى كاتب لك 2 بخط كبير اهو، تبقى فاكر ان 2 من 10 بتاعت الايه؟ بتاعت الراديكال، انما بلس 2 ان هو زاد 2 عن النادير. الراديكال بيبقى غالبا ايه؟ 0 او 4% اللي هو اقل لوست ليفل. انما في وطبعا لو انت منطقي قوي لو انت عملت راديكال بروستيكتومي وبعد ما جيت تعمل فولو اب لقيت البي اس اي علا بسرعه 10 او 20 يبقى ده في فيلير
عين ما استجابش اصلا في بريزيستنت لوكال تيشو او ريكرنس او في ديستنت بتسس موجوده اصلا من قبل ما تعملوا الايه العمليه، انما في راديشن ان هو زاد عن الايه عن النادير. انفستيجيشنز في حاله الراديكال بعمل له بي اس ايه اكثر من 2 من 10 نانو جرام بير ميلي اللي هي الرقم اللي احنا قلناه فوق، او في حاجه ثانيه اسمها بروستاتيك سبيسيفيك ميمبرين انتيجين، ده برضو من الحاجات اللي ايه بيستعملوها، والبيت سكان عشان تكسبلود الميتاستاسيز بي اس ايه اكثر من 1 نانو جرام بير ميلي بتعمل بيت سكان او سيتي ايمجنج عشان وبتستعمل مع البيت سكان الفلوكو لوفولين او كولين، ده اللي بتستعمله مع الايه مع البيت سكان. طبعا في حاله الراديشن الانفستيجيشن اللي انا بعملها انا البروستات موجوده عندي ما اتشالتش، فبعمل بروستاتيك مالتي بارامتريك ام ار اي عشان الوكالايز الايه ابنورمال ارياز عشان اعمل بايوبسي فور لوكال سلفيش سيرب، لان العين اللي انا اديته راديشن وفيلد راديشن ده اعمل له ايه؟ ما عنديش حل غير ان اعمل له راديكال، بس الراديكال في الحاله دي هنسميها ايه؟ سلفيش. والمر ايام البلادر كانسر شرحت لك يعني ايه سلفيج، اللي هو التعويض او انا بصلح، انا كنت ماشي في سكه غلط وبصلح فبعمل سلفيج تريتمنت، انا كنت ماشي في سكه خلاص السكه دي ما نفعتش وامشي في سكه ثانيه فبسميه تعويض او سلفيج، غير البرايمري ان انا بعمل لعين برايمر راديكال بروستاتيكتومي، فتبقى عارف الفرق ما بين البرايمري راديكال والسلفيج راديكال بروستاتيكتومي. فالعين اللي انا عملته راديو سيرب وفيل هقول له ايه؟ انت هعمل لك سلفيج راديكال بروستاتيكتومي، والكانديديت فور لوكال ثيرابي اللي انا هعمله لوكال ثيرابي ده لازم اللايف اكسبكتنس بتاعته اكتر من 10 سنين، لو عيان بيرفورمانس بتاعته وحش مش هينفع اقول له هستمر هدي له اندروجين ديبريفيشن او هدي له اي تريتمنت او هزود الراديشن وهستعمل بقى الحاجات اللي بتاعت الميتاستاتيك ومش هخش في سكه الاوبريشن تاني، ان هو يكون كانديديت لايف اكسبكتنس 10 سنين بي اس ايه اقل من 10 نانو جرام ويكون تي 1 او تي 2 ان 0 ام 0، ان هو ايه عيان هيستفيد من الايه من لوكال ثيرابي ان انا هعمل راديكال بروستكت تريت. لذلك العيان اللي هو فيلد راديشن بعمل له سلفج راديكال بروستكتومي، بيقول تريت هايلي سيلكتد بيشنت ويز لوكالايزد بروستيك كانسر اند بروستيك بايوبسي بروفن لوكال ريكرنس، حصل ريكرنس بعد راديشن بسلفج راديكال بروستكتومي وبعمل لينف نود سيكشن. وهيقول لك ملحوظه مهمه قوي لازم برضو تبقى في اعتبارك او لو انت هتوجه على ان هو فيلد راديشن ان هو هيعمل اوبريشن ان فرصه ان يحصل ريسك بتاع الاستركشر في الانستموز سايت اعلى من الايه البرايمري راديكال بروستاتيكتومي، فرصه ان يحصل ريتنشن اكتر يعني قد مثلا الثانيه مثلا 5-6 مرات، فرصه ان يحصل فيستولا اعلى، ان يحصل ابسس اعلى، ان يحصل ريكتال انجري اعلى، لان طبعا في اديشن سيفير اديشن بعد الراديشن، فكل الكومبليكيشن بتبقى اعلى مع الايه مع السلفج راديكال بروستاتيكتومي عن البرايمري راديكال بروستاتيكتومي. والفانكشن اوت كمز وورث اوحش من الايه من البرايمري سيرجري، فطبعا الحاجات دي تبقى في اعتبارك اما توجه عين ان هو عمل فيلد الراديشن وهتوجهه انه يعمل سلفج راديكال، تبقى في اعتبارك كل الحاجات الايه الحاجات دي. طبعا في بالنسبه للعيان اللي عمل راديكال وحصل فيلير ده بعكس يعني انا بعمل مقص اللي كان بياخد عمل سيرجيكال وفيلد بديله راديو، اللي كان عمل راديشن وفيلد بديله ايه؟ بعمل له سلفج سيرجيكال. فتريت بيشنتس ويز نو ايفيدنس بتاستيك ديزيز والسلفج راديو ثيرابي مع ويز او زاوت اندروجين ديبريفيشن ثيرابي، وطبعا بتزود الدوز بتاعت الايه؟ الراديو ثيرابي 66 جي واي، ويستحسن ان يبقى الليفل بتاع البي اس اقل من 5 من 10 نانو جرام بير ميلي، والدبلنج تايم اقل من 10 شهور، يعني الامور بتاعته احسن، فده ايه هيستفيد من السلفج راديو ثيرابي. مع الاثنين بقى مع الحاجتين اللي هو سواء كان فيلد سيرجيكال وعملت له راديشن او العكس فيلد راديشن عملت له فيلد راديشن وعملت له سيرجيكال، الاثنين ويز اور ويزاوت سلفج اندروجين ديبريفيشن ثيرابي فور هاي ريسك بيشنتس او شورت تيرم لو العيان الايه لو العيان هاي ريسك بيشنت او شورت بي اس دبل تايم كان سريع وحصل تايم بسرعه، فده بدي مع ده ادعى ان انا ايه ادي اندروجين بريفيشن ثيرابي. وبيقول لك اوفر انترميتنت ثيرابي، انا قلت لك في الاول الانترميتنت بتبقى احسن، كواليتي اوف لايف بتبقى احسن والكوست بتاعته بتبقى ايه اقل. دونت روتينلي اوفر
اندروجين ديفيشن تو عيان اسيمتوماتيك، طب اعمل له احرمه من الاندروجين ويقعد يعاني من السايت بتاعته ليه؟ لا، لو العيان اسيمتوماتيك والريكرنس والدبل ميتام اكثر من 12 شهر، فعيان فالعيان ده ايه ممكن ما ادلوش ايه اندروجين ديبريفيشن. يقول لك البي اس سي ريكرنس افتر اديشن از نوت كانديديت فور لوكال ثيرابي اور تراس بايوبسي از نيجاتيف. لو العيان ما ينفعش اعمل له لوكال ثيرابي هدي له اندروجين ديبريفيشن اوبزرفيشن، اللي هو العيان اللي انا ايه بقول له انا قدامك اوبشن بتاع الفيلد راديشن، اوبشن نعمل لك راديكال او ما ينفعش، فممكن ايه اعمل له اندروجين ديبريفيشن او اوبزرفيشن بس عشان الايه ما سوقلوش واعمل له اوت كامز سيئه اسيبه بالايه باللي هو فيه. بيقول لك اخر حاجه بايوكيميكال ريكرنس افتر بوست اوبريشن ريشن، لو حصل ريكرنس بعد ما عملت الحاجتين، عملت الاوبريشن والريشن وحصل ريكرنس، بيبقى ايه يا اوبزرفيشن بس ما عملوش حاجه اللي هوش فول ويتن، لان احيانا عيان خلاص انت يعني بهدلت وعملت له اوبريشن وعملت له راديشن، يا كاستريشن بس او اوبزرفيشن بس. ده بالنسبه للايه للريكرنس بعد الايه بعد البروستاتيك كانسر. ده احنا كده تقريبا باذن الله خلصنا الموضوع بتاعنا. هشوف كده السلايدز لو في اي حاجه ما قلناهاش هنقولها بسرعه. تقريبا احنا قلنا كده كل الكلام، والسلايدز ما فيهاش حاجه زياده عن الكلام اللي احنا قلناه. الدراجز والكلام طبعا فصلنا في الورق، مفصل في الجزء بتاع المانجمنت. يعني السلايدز كويسه في الجزء اللي هو الايه الاولاني بتاع الباثولوجي بتاع الكلينيكال بيكشر بتاع الدايجنوزس، السلايدز كويسه قوي. الجزء بتاع المانجمنت الورق شرحها بالتفصيل، والجداول ما ايه بتقارن الحاجه بعكسها. يعني لو في الجدول بتاع الريكرنس انا بقارن لك حاجتين مهم، ان عيان كان ماشي في سكه الاوبريشن وفيل فهعمل له راديشن، والعكس بقارن لك الاثنين ببعض، فتلاقي الكلام بتربط بعضه فاسهل في الايه في المذاكره وفي الحفظ. فالجداول والورق احسن في المانجمنت. بالنسبه بقى للجزء الاولاني بتاع الباثولوجي والكلينيكال بيكشر والدياجنوزس السلايدز احسن. وكده انا تقريبا خلصت الحمد لله البروستات كانسر. يا رب اكون ايه يعني قدرت ايه اوصل الكلام بتاعك. دكتور خالد.